نصايح أخيرة للتعايش في الفترة الأخيرة في الفترة الحالية احنا محتاجين بس ندرك كذا حاجة. ان اولا اهتمامي الشخصي بنفسي هو المفتاح الاساسي للخروج من اي توتر او من اي اضطراب عموما. فاهتمامي بنفسي مهم جدا. انا محتاج يكون عندي اولويات بشتغل عليها، ان انا بنام قد ايه وباكل ازاي واكلي شكله ايه وبعمل تمرينات رياضية ولا لا، ده مهم جدا. تعرضي للشمس وتعرضي للطبيعة، ان انا اشوف حاجة قدامي تريحني، ده مهم. احنا قعدنا شهور بنتعامل مع الشاشات، بنتكلم بعض كلنا فيديو كول، ما بنتقابلش. النهارده محتاج ان انا اتواصل مع حاجه تملاني، محتاج اشوف الشمس واشوف السماء واتفرج على شجر عشان احس ان من جواه مليان. عدد ساعات نومي واكلي والشكل الصحي اللي انا بعيش بيه مهم. تواصلي مع الاخرين يجي تدريجيا. اخيرا اي حاجه خايف منها ابتدي جزئها لنفسك، درجها، يعني اتكلم معها جوه دماغك الاول واعمل سيناريو مسبق ليها، انا محتاج اعمل ايه عشان اقدر اتواصل مع الحاجه دي. اوكي، طب سريعا جدا، الناس اللي خايفه ترجع الشغل او مش متقبله ممكن تعمل ايه علشان ترجع بطاقتها؟ مبدئيا جزء ايام الشغل، يعني ما تنزلش كل الايام، انزل اقل حاجه تقدر تعملها، يعني ادي بس المطلوب منك، ما تزودش على نفسك شغل. اتكلم مع حد عنده مخاوف شبه اللي انت حاسس بيها، يعني فضفض بمشاعرك لحد عشان تلاقي حد يشاركك في ده فيهدي خوفك شويه. اوكي.